فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند التحويل من حساب إلى حساب في بنك، يقوم البنك بأخذ عمولة تصل إلى 25 ريال، يقول: هل تعد هذه من الربا أم هي إجارة على هذا العمل؟ وش صفته؟ ما فهمت صفته. تحويل، تحويل معروف أنه يجوز التحويل، لكن تحول تعطيه نقود هنا ويعطيك بدلها في بلد آخر، هذا صرف ولا يجوز. أما تعطيه النقود ويروحها هي وتسلم لقبيلك، ما في مانع، هذا التحويل، يأخذ عليه ما يخالف. نعم.